السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وصفه جديده. اليوم غندير معكم كيك بالشوكولات، كتجي بنينه وغير مكلفه. حشتنا جوج بيضات وحشتنا كاس سكر سنيده وشيا ديال الفاني وهنا كنزيد نص كاس ديال الزيت وكنزيد كاس ديال الماء ونزيد نص كاس ديال الكوك وكنزيد كاس ديال الدقيق وملعقة ونص ديال الكاكاو المر وكنزيد بيكنج باودر وكنزيد ثاني كاس ديال الدقيق وكندهن المقلاة بقليل من الزيت وكنرش المقلاة بالكاكاو المر أو الدقيق كنغطيو الكيك ديالنا بهذا الشكل بالمنديل باش ما يتقطعش لينا الماء فوق الكيك وكنشعلو البوط على نار هادئة مدة نص ساعة وهي كتكون عندنا واجدة وكنزينها بصوص كراميل والكوك وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. نتمنى يعجبكم والسلام عليكم الى الفيديو القادم.